صافا لاباس عليكم بخير كلشي مزيان والله الا توحشتكم عرفت شنو خبير صراحه على يوتيوب والله الا توحشتكم وحق الله كديرين نتوما لاباس عليكم كلشي مزيان عاودوا لي في لي كومونتير كي غادي مع الحياه بصفه عامه كلشي مزيان انا صراحه صافا الحمد لله كلشي مزيان صراحه واخا كنت غابره في يوتيوب عرفتي انستغرام كنت كنبوست فيه كل نهار كنهضر معكم تما كندير معكم دي ميني فلوغ كنبارطاجي معكم تما ستوريات وكلشي عشان ما كنتش في انستغرام والله خاصكم تكونوا تما هو انستغرام ديالي تما كنهضر معكم كل نهار كنبارطاجي معكم لي فيديو كنهضروا انصومبل المهم تما غتلقاو كلشي اباوت مي كل نهار سو جايز اليوم 30 في شهر 9 يعني اليوم الاخر في الشهر كما ولفتكم ديما التنظيم وداكشي ديال اورغانيزيشن وداكشي ديال بلانين وكلشي سو اليوم غادي ندوز معكم النهار كامل غادي نديرو فلوغ غادي نهضر لكم فيه على شنو كندير اليوم نهار 30 في الشهر كيفاش نورغانيزي الجولز ديال الشهر الجاي وكلشي وغادي ندير واحد ديب كلينين وكلشي المهم غادي ندوز معايا اليوم نهار كامل شنو غادي ندير فيه سو ليتس جيت ستارتد about my to do list بعدا ما تديوش على هاد الروينه اللي كاينه هنا وهادشي كامل راه كلشي غيتنقى اليوم هنا لاحظتوا وليت كندير تو دو ليست في نوشن ما بقيتش كنديرها في الوراق بحال هكا حتى هاد الوراق كلهم كيمشيو سو ما كتبقاش عندي تخصابيليتي في الاخر ديال الشهر داكشي علاش وليت كنديرها في نوشن المهم هنايا بالنسبه لليوم تو دو ليست ديالنا فيها فلوغ ديالي دونك اليوم ان شاء الله غادي كنفلوغي ليكم اكشلي ثاني حاجه ديب كلين ماي كيتشن غادي نقيو الكوزينه غادي نقيو هاد البيرو هذا كما قلت لكم شوفوا الوسخ فيه كي داير ثالث حاجه الصلاه خاصني اليوم نهار كامل و سيتين ذا جولز اوف اكتوبر ضروري خاصني نقاد الجولز ديال اكتوبر ونجد لي بلانين ديالو ندوش ونقاد لي غيل ديال السيمانه الجايه خاصني نعرف شنو هما لي غوست اللي غنصور السيمانه الجايه الانستغرام سو الكونتنت ديال الانستغرام بصفه عامه كنقادو اليوم و شيفين ماي فيس غادي نحيدو يخصي الشعر من وجهي وننقيو حالتنا وداكشي كامل سو كيما شفتو جدي ليست اليوم فيها بزاف د الحوايج خاصنا نبداو دابا ان شاء الله نجيبوها في الوقت وغسلت هادوك الشيء اللي فيها نورمالمون في الاول غير ستفتهم وانا نقول صافي خليهم غير مستفين حتى وانا نلقى فيها بزاف ديال الغبره حيت داك الشيء غسلتهم كاملين ورجعتها دابا هنا مسحت هادو حتى هي بالنسبه لهذا مسحته بجافيل ولكن هاد لاطراس اللي فيه ما بغاش يتحيد هادو لاطراس ديال السخونيه واقيله نكون ديجا حطيت هنا شي حاجه سخونه وبقات المهم كما شفتوا راه البيرو دابا ولا تيشعل ولا نقي وحيد داكشي كامل اللي كان موسخ في داك الوراق اللي كنت فيهم تدو ليست داكشي بقاو غير هكاك زايدين حيدتهم حتى هما ودابا غادي ندوز ناتاك الكوزينه حتى هي غادي نقيوها وتولي هي تتشعل عندي الماء الموسخين وعندي هذيك البلاصه ديال البوط عرفتي حالتها البارح كانت لي بوط وديك مطيشه ما نسيت ما غطيتهاش وبقات كتطير تطير تطير دونك عرفتي تما حدا المراه حالتها خاصني نمسحها حتى هي دونك غادي نبدا بالماء هو اللوني هادو على حاله ولا عرفتي راه البارح كنت دايره مطيشه هنايا ونسيت ما غطيتهاش وبقات كطير 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 شفرا وسخت كاع البوطاجي وتوسخت هذا والصباح فاضي الحليب هنا دونك دابا غنضرب ليه بواحد الفركه تكون هي هذيك
هي تنقات صافي. والله الا كنرتاح وحق الله فاش كنكي كوزينه وكنكي الدنيا كامله والله الا كنرتاح. المهم دابا مازال ليا ها انا بدا سلام. المهم هنا مازال ليا هذا خصاص لهم ونحك لابابو حتى هو صافي باش تنقى ابخي راه تبقى لي غير الارض خصني نسيق وندوز ديك الساعه ندوشو. صراحه كنفرح فاش كنلقى هكا الدار نقيه حتى المورال ديالي صراحه كيتقاد. شكون اللي بحالي قولوا لي تحت في الكومونتير. دابا كتشوفي غادي ندوز مي تايم غادي ندوز نتهلا في راسي غادي ندوش بولو ولاني بيضاء غادي ندير سكين كير غادي نقاد حجبايا نقاد كلشي ونتوضا نصوي عاد ديك الساعات نجلسو باش نديرو ان شاء الله الجولز ديال هاد الشهر هذا ديال اكتوبر. ندير معاكم ولكن دابا رانا في الدوش خليت نخرج ندير معاكم. كنحس بواحد الراحة وحق الله عرفتي الدار نقية وأنا صليت عرفتي راكم عارفين أنا مع الصلاة يا رب تسمح لي ما كنشدهاش زعما ديما هكا 100% كنصلي في الوقت وداك الشيء الله يسمح لي ولكن دابا كنحاول بشوية بشوية نولف على الصلاة ونولف يا ربي على الصلاة في الوقت. شنو هي داك الشيء تما يلا بان لي بليز. المهم الحمد لله صليت دابا عرفتي كنحس بواحد الراحة زوينة واخا فيا الموت ديال الجوع غادي نوض نقاد شي حاجة نتعشى بيها حيت غنسخف بالجوع. وفي نفس الوقت دابا غادي ندوز غادي نمشي ندير سكين كير حيت غير دوشت صافي توضيت صليت عاد غنرجع دابا ندير سكين كير ومن وراها ديك الساعات نطيبو شي حاجة ناكلوها ونجلسو باش نديرو ان شاء الله البلان ديال هاد الشهر هذا. والله إلا كنفرح بزاف باش كندير معاكم فيديوهات في يوتيوب وحق الله كنحس بواحد الراحة وشو واحد الحبوبه هنا فين ناضت على اليوم هذه ما كانت البارح والله ما كانت. المهم كما قلت لكم كنحس بواحد الراحه فاش كنكون دايره معكم فيديوهات كنكون قريبه ليكم كنهضر معكم كتكونوا قراب ليا كنبارطاجي معكم اي حاجه كنديرها في حياتي بغيما والله حتى الحمد لله ديما عليكم وحق الله الله يخليكم ليا. فوالا هادشي اللي كاين سوقت عرفتي كنفرح فاش كنقول مع راسي اكرام قربنا ل 100K قربنا ل 100K دونك انا فرحانه يا ربي نوصلوا لها خلاص يا ربي نوصلوا لها قبل من الاخر ديال العام تخيلوا تا نكون فرحانه بزاف. فوالا هادشي اللي كاين دابا غادي نوض كما قلت لكم نمشيو نديرو سكين كير باش ان شاء الله ندوزو نقادو العشاء. شوفوا شنو بقيت حاطه هذاك ديال البابي كويزين نسيت شنو دابا نديه. مهم والله الا صراحه باش طلعت بوزي بات فين. المهم بقيت دابا يلاه درت الاندومي هادي غادي ناكلها عاد ديك الساعات من وراها غادي ندوز نقاد البلانين ديال اكتوبر كما قلت لكم قبيله عاد ديك الساعه نشوف واش يجيني الجوع مزيان ولا ندير شي عشاء يكون زوين. غايز دابا دت صافي باش ندير باش نتشكي كل طاش درتها دونك فلوغ ديال دي اوريدي صافي فلوغيت كلينين ديك الكيتشن راكم شفتو نقينا الدنيا كلشي ولا تيشعل الصلاة الحمد لله صليت نهار كامل ستاشين ديال جوز اوف اكتوبر اللي مازال ما درتهاش هي اللي غادي ندير دابا دوشت او درت شيفين باقي ليا البلانين ديال نيكست ريلز وباقي ليا الجولز ديال اكتوبر غادي ندوز نديرهم دابا. بدات عشقتي يلاه ساليت ونط دابا وزدت هاد الميني بيتزا غير بهاد الخبز ديال الطاكوس درت فيها غير صوص طوماط لانشون او الفرماج ديال موتزاريلا صافي غادي ندخلهم الفران دابا يتكغاتينا عرفتي ولاو كيجوني ساهلين دغيا كنوجدهم اصلا الصراحه ما فينيش ليا كلا باك دابا حنا قلت نقاد هادو دغيا دغيا. Thank you.
صافي ما لقيتش نطفيت الضو بقيت مخدمه غير هذاك لونيت صافي. ودابا كنتفرج في المول بندير ما لقيتش حاجه نتفرج فيها الصراحه، ما عرفتش غكوموندي ولا شي افلام ولا شي حاجه حيت راه نيت ما بقيت كنتفرج شي مسلسل. فوالا هادشي اللي كاين في دوك كلينكس المحطوطه. وفوالا دابا غادي ناكلها وغادي نتكرتاح. شكرا بزاف كاعس حاجه بقيت معايا حتى لهنا، وسي ان شاء الله في لا فيديو الجايه. قولوا لي نتوما في لي كومونتير شنو هما الفيديوهات اللي تبغيتو بروشينمون، انا راه غنموت بالجوع خويا نمشي ناكل. يلاه باي باي، نتلاقاو ان شاء الله في لا فيديو الجايه. السلام عليكم.